ابتدى الإعلام الإماراتي يمكن في دورته السابعة كما تعودنا أن يركز على ثلاث محاور رئيسية: المحتوى والأدوات والشباب. وجود معالي الدكتور أنور قرقاش أضاف لهذا المنتدى يمكن محتوى مختلف تقريباً، أو إضافة نوعية لتوجهاتنا الإعلامية وكيفية إدارة المحتوى الإعلامي بمنظور مختلف، سواء كان سياسي أو اجتماعي أو أيضاً اقتصادي. سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد رئيس مجلس إعلام دبي أيضاً أعطى هذا المنتدى اليوم صيغة مختلفة لأهمية التأثير الإعلامي على المجتمعات، سواء المجتمع المحلي أو العربي، وكيف يلعب اليوم الإعلام الإماراتي دور مهم جدا في إيصال الرسائل الحكومية وفي إيصال الرسائل أو الخطاب الإعلامي للمجتمعات وأيضا للمجتمعات المحلية أو للمجتمع الخارجي. مهم جدا ما لمسناه من حوار في الجلسة، جلسة النقاش المفتوحة مع صناع الإعلام ومن مسؤولين الإعلام ومؤثرين وأيضا إعلاميين. النقاش كان حول أهمية التطورات التي يجب أن تحدث على مستوى صناعة الإعلام في دولة الإمارات، وما لمسناه أيضا من شفافية في الطرح، وما لمسناه في تنوع الأفكار الجديدة، وجود العنصر الشاب بصورة كبيرة في هذا المنتدى سواء كانوا من مؤثرين أو إعلاميين. هذا كله يعني يعطينا التوجه الصحيح لما يجب أن يقدمه الإعلام في دولة الإمارات للمرحلة القادمة. دولة الإمارات أمامها 50 عاما قادمة إن شاء الله كلها تكون نجاحات ومبادرات لخدمة دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، ودور الإعلام رئيسي ومهم في المرحلة القادمة.